نستقبل اتصال من الدكتور أحمد محسن عمار مدير صحة طرطوس ليخبرنا أكثر عن كثير تفاصيل طبية متعلقة بالمحافظة. أهلا وسهلا فيك دكتور ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا بكم. دكتور خبرنا بداية بشكل عام عن كيف عم يتم تقسيم وتوزيع المهام لمديرية صحة طرطوس وكيف قدرتوا تساعدوا باقي المحافظات المنكوبة؟ نحن بطرطوس من اليوم الأول بعد ما قيمنا الواقع أنه عنا الإصابات هي تحت السيطرة وخفيفة وبالإمكان السيطرة عليها، خاصة أنه كانت أغلبها هي حالات هلع، انتقلنا فورا هاتفيا للإطمئنان على حلب أولا واللاذقية ثانيا، وتوجهنا بفرق طبية لسيارات إسعاف متخصصة فورا باتجاه مدينة حلب وباتجاه مدينة جبلة الأقرب إلينا. قدمنا الخدمات المطلوبة الإسعافية وشاركنا فرق الإسعاف المتواجدة في محافظتين كافة المرحلة الأولى الحرجية لإغاثة أهلنا من هذا الزلزال. المرحلة الثانية كانت هي مرحلة تقييم الواقع الداخلي بالمحافظة من حيث تأمين المراكز إيواء مفترضة أو متابعة الوافدين إن كانوا الذين سيصبحون مهجرين إن كان من خارج المحافظة أو من داخلها. يتم هذا التقسيم وفق نظام المناطق الصحية، لأن كل منطقة صحية هي أو مركز صحي هو مهتم بكافة الوافدين إلى قطاع عمل هذا المركز. يتم فور وصول الأهل إلى هذه المناطق القادمين من تقييم وضعهم الصحي الشامل، تقسيمهم من ناحية الأعمار، الأطفال أقل من سنة، أطفال أقل من 5 سنوات، الحوامل لتقييم الوضع التلقيحي والوضع التغذوي لديهم، بالإضافة إلى الحالات الخاصة إن كان هناك مسنين، مرضى مزمنين، معاقين، وتقدم لهم كافة الخدمات الصحية وفق الإمكانيات المتاحة في المنطقة الصحية وأقرب مركز صحي. ويتم التواصل معنا في المديرية لتأمين الدعم عندما يكون هناك أي نقص من احتياجات أهلنا القادمين من هذه المناطق. تمام دكتور، بما يتعلق بموضوع الوافدين نحن هون ممكن نعرف كيف أنتم قدرتوا تتعاملوا مع الوضع، خاصة أنه أكيد كان في وافدين داخليين وكان في وافدين خارجيين. عفوا لم أسمع السؤال. وافدين؟ دكتور عم بسأل حضرتك بما يتعلق بموضوع الوافدين نحن هون ممكن تخبرنا أكثر أنتم كيف تعاملتوا مع الوضع، خاصة أنه كان في نوعين من الوافدين سواء كانوا داخليين أم خارجيين. الوافد الداخلي أسهل التعامل معه ومقيم ويتم يتلقى رعاية صحية منتظمة في المحافظة. الوافدين الخارجيين قد يكون البعض منهم لديه نقص في الحالة التلقيحية، مثلا يتم زيارته من قبل فريق اللقاح في المنطقة الصحية، فريق جوال يقدم له الرعاية الصحية. أيضا الفرق الطبية الموجودة في المناطق على سبيل المثال مشتى الحلو، الدريكيش، صافيطة أو في مدينة طرطوس، يتم الذهاب فورا إلى مناطق وصول هؤلاء الأخوة الوافدين ليتم إجراء فحص طبي أو الاطمئنان على حالتهم الصحية وفق ما يطلبه الأهل. الحالات التي ذكرتها سابقا أننا نقيم الحالة التغذوية والتلقيحية للأطفال دون سنة أو دون 5 سنوات، هذا فريق يتبع لمديرية صحة طرطوس. أما إذا كان هناك في احتياج طبي لتخصص ما، الفرق الطبية متآزرة كاملا لخدمة أهلنا في هذا المصاب الجلل، إن كان قطاع عام إن كان قطاع خاص ومشافينا العامة وهيئاتنا المستقلة، كلها في خدمة أهلنا في هذا المصاب، وهي منظمة وتقدم الخدمة بسلاسة وبدون أي عوائق. طيب دكتور، بما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية وتقييمها للحوامل والأطفال الرضع ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا إذا إجانا من المحافظات الأخرى، كيف تم التعامل معهم؟ تم التعامل فورا، يعني نقيم الحالة للطفل أقل من سنة، هو ملقح نقيم حالة للطفل لأنه أقل من 5 سنوات، هو ملقح بحاجة لأي لقاح أو يوضع له برنامج اللقاح الروتيني في أقرب مركز صحي. الأمراض المزمنة للمسنين نقوم أيضا بتأمين احتياجاتهم من الأدوية عندما ويتم تأكيد تشخيصهم من قبل الفريق الطبي.
ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين، تأمين كرسي متحرك مثلا، كلها تؤمن وبطريقة منظمة. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير. في كادر نفسي دكتور بالفرق الطبية عندكم ولا ما في كادر نفسي مدرب سواء معالج نفسي أو طبيب نفسي؟ يمكن قطع الاتصال بظن. أنا الصوت لا لم يقطع الاتصال الصوت. إذا سمح الدكتور. دكتور، هو الدكتور عم يسأل أنه كان في كادر نفسي بكل هالقصة معكم، كان مشارك معكم بهالفعاليات أو بهالأزمة؟ كادر نفسي متخصص ضمن فريق الصحة لا يوجد، لكن أعتقد بأن هذا الاستقبال اللائق أو حصول العائلات الوافدة على الخدمة الصحية والتفاعل الإيجابي معها اجتماعيا هو بحد ذاته خدمة نفسية جيدة جدا. صحيح. الفريق النفسي، الأطباء النفسيين القليلي العدد في مدينة طرطوس يقدمون ما استطاعوا من خدمات، وأنا على تواصل مستمر معهم، لكن حجم الاستشارات لديهم كما يعلم دكتور هيثم هو كثير، لكنهم يقدمون الاستشارات المطلوبة. تواجدهم معنا ضمن فرق المتخصصة لدخول لزيارة هذه العائلات حقيقة لم نوضع بهذا الاحتياج، هو لم نوضع بهذا الاحتياج، لكننا نقيم هذه الحالة ونحن بصدد وضع خطة قابلة للتطبيق إذا رأينا في هذا احتياج ملح جدا جدا. دكتور أحمد محسن عمار مدير صحة طرطوس، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك.